Hello, everybody. My name is uh, Salah Deen. I'm a teacher uh, and part of Alwatan International Group. And this is General English Lecture Number Nine. Lecture Number Nine. Today we're going to be talking about Prison Perfect. Prison Perfect, guys. And we'll move on to the we the sentence in أو لبرونا اللي بنو عنه I, he, she, it, اوكي okay. plus have or has وبيعتمد على ال بيعتمد على السبجكت subject نختار have أو has اوكي okay. plus الverb في تصريفه الثالث الverb بالتصريف الثالث اللي هو past participle past participle الماضي التام اخر تصريف للفعل بالماضي احنا عرفنا انه في ما تصريف الفعل ماضي بسيط زي ما اخذنا قبل انه قلنا في افعال غير منتظمه كمان اذا بتتذكروا كان تصريفها بالماضي البسيط يختلف شوي زي eat ما كانت تصير eated صارت كانت تصير ate okay. اوكي نفسها eat في إلها تصريف ثالث بحالة الماضي التام اللي هي eaten تصريف الثالث eaten good job سمر so uh, تركيب ال present perfect الفاعل تبعنا أو الضمير the ال pronoun have أو has اعتمادا على الفاعل هلا بنشوف شو الجروبات اللي بتاخذ have وشو الجروبات اللي بتاخذ has okay guys الverb تصريفه الثالث إذا كان فعل منتظر okay. تص تصريفه الثالث ببساطه نفس الثاني. سوري جايز طلعت لي مسج بس سو so, التصريف الثالث للفعل ببساطه اذا كان منتظم بنزيد من له دي اذا كان غير منتظم بنشوف شو التصريف الثالث تبعه حكينا في عندنا جدول مزودين لنا اياه بصفحه 149 بنطلع عليه بنحفظه او من مطالعة من يعني من اي مصدر بتقدر انت تحفظ مش. ممكن انت درسك الجاي خلصت هلا ولا شو الوضع آه في حدا فاتح عنده المايك معلش انا نسيت يعني الحق علي انا لازم عملت ميوت اول بس تذكير بالله يا جماعه انا عملت ميوت آه. اوكي جايز سو الفيرب بالتصريف الثالث يا يعني له ايدي اذا كان منتظم واذا كان غير منتظم في جروب افعال موجود بصفحه 140 49 نروح على 149 زي ما بنشوف هون هاي تصاريف الافعال اول شيء الفعل الـ Past Simple، الماضي البسيط الـ Past Participle، اللي هو بهمنا بالحاله هاي بالقاعده هاي هي بي بين become become, begin, begun. Okay. Begin, والماضي البسيط began, الماضي التام begun. Bring, الماضي البسيط brought, الماضي التام اللي بنستخدمه هنا brought. نفس الشيء بنلاحظ ما تغير عليه شيء. Build, built. built, built. وبرضه هنا بنلاحظ ما تغير عليه شيء. Uh, buy boat boat catch coat coat and uh, choose chose chosen لاحظ الماضي البسيط التصريف سوري uh, الماضي التام الباست uh, بارتسيبل صار uh, صار uh, chosen chosen التصريف الثالث للفعل chosen وهذا هي الافعال اللي راح اتعامل معها انا بقاعدتي هاي التصريف الثالث مين مينت مينت ميك ميد ميد لوز لاست لاست المهم انا بهمني التصريف الثالث بلشوا احفظوا قد ما تقدروا من الصفحه هاي يعني المفروض انا عملت على الامتحان الاول كان مطلوب منكم تحفظوا اول جروب على الليفت مع الفاينل بدنا نحضر نحفظ الجروب على الرايت هاي الافعال تكونوا حافظين تصريفاتها املائيا و آه... كقراءه تمام هذا هو التصريف الثالث اللي بيهمني مع الجرامر هاي اوكي نرجع ل 158 150 58 على قاعدتنا اللي هو قلنا subject plus have or has plus verb ed او ال irregular ورجيتكم اياها هلا كيف بيصير All right, guys. So, uh, حكينا can I have or has? بتعتمد على subject. ببساطة, group ال he وال she وال it. بأخذ has. زي ما إحنا شايفين هنا في irregular verbs تحت ال irregular verbs. He, she, it. أخذت has. I, you, we, they. أخذت have. Okay. تمام شفنا كيف ومنلاحظ مثلا ناخذ مثال نشتغل على الوي we. we have met لاحظوا الفعل met هو التصريف الثالث من ميت ميت التقى أو يلتقي ميت مت التصريف الثالث أوكي okay. أو he has met أنا before نلاحظ okay. subject he he بتأخذ has okay و met هو irregular verb وتصريف هو التصريف الثالث ل meet meet met met okay وبكل بساطة uh, نعرف كيف نعمله negative بس منضيف not so has not have not اوكي okay. وإذا بدنا نحوله سؤال برضه متعودين بس نعمل switch بين السبجكت subject والverb uh, verb to have أو الفعل المساعد have و has أوكي okay. بس نعمل switch بيناتهم بصير سؤال أوكي okay. شوف مثال uh, مثال عن نفي I أو you أو they خلنا نحكي عن نقرأ they they والـ they بتاخذ have they have not نلاحظ كيف النفي باختصار كاتبه have not أو haven't they haven't met أنا before okay. ونشوف مثال على the question نلاحظ إذا عملنا switch بين هدول وهدول بصير تحت عنا the question have they met أنا before have they met أنا before okay. ونعرف uh, وإحنا بنعرف هاي جوابه بسيط بكون yes or no yes they have or oh, no they haven't يعني بيعتمد على الجواب تمام نقرا سوا عشان إذا حبيتوا ترجعوا تقراوا على الكتاب تكونوا عارفين شو بتقراوا present perfect we form the present perfect with has uh, or have plus past participle okay

هاي افعال ببساطة زدنا لها ايدي صارت ماضي تصريف ثالث للفعل. اوكي؟ الافعال الغير منتظمة irregular verbs have irregular past participles افعال غير منتظمة تصريفها الثالث بيجي بنكتب بطريقة ثانية، ما يعني بقدر ازيد له ايدي ببساطة. وزي ما حكينا الجدول اللي مطلوب معي اللي أنا بجيب منه أفعال بالامتحان موجود بصفحة 149 للأفعال الغير منتظمة. وينتبه انه الافعال الغير منتظمه بتفيدنا بالماضي البسيط اوكي okay. بالماضي البسيط والمضارع التام present perfect فهيك صار الجدول بفيدكم باكثر من زمن تمام tamam. اوكي uh, okay. هاي بالضبط تكوين ال تكوين the present perfect subject plus have أو has plus verb بالتصريف الثالث الهي والشي والإت بتأخذ has ال I will you will we will they بتاخذ have والتصريف الثالث الفعل ببساطة هلا نحكي عن استخدامات ال present perfect استخدامات ال present perfect إذا بتتذكروا أنا حكيت لكم أول المحاضرة ال present perfect ما له من اسمه نصيب ليش؟ هلا أنت بتسمع أنه مضارع تام هيالك أنه زي ال present simple نوعا ما يعني بالمضارع بالحاضر لكن هو بيحكي عن اكشن happened in the past بحكي عن أفعال ماضية و... وفي ملكية اللي كتب ملكية على الشات يحتفظ بالمعلومة عشان أفتح مجال الأسئلة يفهمني شو قصده أوكي آه... هلا زي ما حكينا ما له من اسمه نصيب present perfect بحكي عن أفعال اتذكروا أفعال حدثت بالماضي لكن بس باستخدام البريزنت present perfect انا ما في داعي احدد متى بالماضي مجرد ما استخدمت الفورم هذا اوكي okay, القارئ بفهم اني بحكي بالماضي بدون ما اقول له زي ما كنا نستخدم uh, last year past simple مش كنا نحكي في last year وفي 10 years ago وفي last week في two hours ago ذا بال past simple بال present perfect ما في داعي انا استخدم احدد الزمن والقارئ بفهم علي انه انا الشيء هذا حدث بالماضي يعني شوفوا مثلا المثال اللي هو معطينا اياه اصلا he ناخذها على البوزيتيف he has met انا before لاحظوا before هلا he has met انا before انا بفهم من has ومت انه هذا مضارع تام وهذا بيحكي عن حدث حدث في الماضي اكشن حدث بالماضي تمام وطيب كيف بدي انا اميزه عن الباست سمبل ببساطه شوف حكى لي بيفور وما حدد لي تايم ما قال لي لاست يير ما قال لي لاست مانث ما قال لي تو ويكس ago اوكي okay? ما ما قال لي بيفور بيفور اي وينت somewhere يعني ما ربطه بفعل ثاني ما حدد زمن فيه هذا دليل على استخدام البريزنت present perfect إنه مش محدد بزمن مو محدد بزمن طبعًا هاي الجملة نقدر نعبر عنها نفسها اوكي okay. الباست past simple اللي هي he he بدل has he met he met آنا met التصريف الثاني أنا بحكي met مش التصريف الثالث مع إنه نفسه met uh, he he uh, he met آنا two weeks ago. أعطت نفس المعنى لكن بما نستخدم past simple بدي أحدد زمن نوعا ما. فهي بتيجي الفلسفة في التعبير عن استخداماتهم. تمام؟ الباست past past simple present متشابهين جدا. لكن منتبه استخدام البريزنت present بيجي للتحدث عن الماضي بدون تغيير زمن. هاي الكيس 1 للتحدث عن فعل حصل بالماضي she has met أنا before حصل بالماضي قابل أنا بالماضي ولكن لم يحدد الزمن أو I have read this book before أنا قرأت الكتاب هذا قبل لكن ما يعني مش مجبر أحكي متى ما بدي أحكي متى بس بدي أوصل معلومة إنه أنا قارئ الكتاب أوكي okay. I have read this book before done القارئ بيعرف إني قارئ الكتاب they have seen this movie before. They have seen اللي هو التصريف الثالث لسي. They have seen this movie before. يعني شافوا الفيلم قبل وما حد متى. أما إذا بدي أحكي عن they have seen this movie before نحكي بالماضي البسيط. They saw this movie the last season or two weeks ago or last year. لاحظنا كيف اعطت نفس المعنى لكن في سمبل يكون محدد بزمن الماضي لكن present perfect ماضي لكن بدون ما احدده بزمن. Alright هذا الاستخدام الاول ماضي بدون زمن محدد. الاستخدام الثاني للبريزنت present perfect اذا بدي احكي عن شيء حصل بالماضي القريب بالماضي الماضي القريب يعني هو يعني يمتد استخدامه هذا يعني انت بدك تقول لي متى الماضي القريب قديش اعطيه يعني ساعتين ثلاث الماضي القريب يوم هو حسب الفعل يعني آه مثلا اذا حدا عزم عليك اكل حكى لك آه would you care to join me for dinner would you care to join me for dinner تشاركني على العشاء تقول له oh no sorry oh no sorry I have just ate I have just ate يعني لسه ماكل من قبل شوي لسه ماكل من قبل شوي يعني ما صار لي زمان ماكل فالاستخدام الثاني الماضي القريب أو I, um, Do you want to go to the concert with me? تروح على الحفل الموسيقي معي No uh, يعني I I have just I have listened I have listened to their album already I have listened to their album. يعني أنا سمعت الألبوم. ما في داعي أروح أحضره لايف كمان. So إذا كان الفعل recently بالماضي القريب وإذا كان بالماضي بدون تحديد زمن. Alright right. آه خلينا نشوف طبعا آه رجاءً إنكم تلتزموا بكلامي للتعبير عن البريزنت present perfect. أنا لأني شفت طريقة آه شرح الكتاب شوي ممكن تخربطكو إذا بتعتمدوا طريقتي أتوقع أنها أسهل إشي ماضي بدون تحديد زمن أو ماضي قريب I have just eaten I have just came home يعني لسا واصل البيت I have just came home All right نشوف شرح الكتاب We use present perfect to talk about something that happened in the past Past but connected to the present Okay ويقول لك انه بيحكي عن اشياء حدثت بالماضي لكن مرتبطه بالحاضر (connected to the present)، اوكي okay? (connected to the present) وانا عشان هيك قلت شوي يعني حكي الكتاب عام الاستاذ الفرق بينهم هازها بالتام ولا يوجد بالبسيط لا يوجد بالبسيط الماضي البسيط ما في هاز وهاف هاز وهاف بس بالمضارع التام وهي التركيب subject plus have plus verb تصريف الثالث أو subject plus has plus verb تصريف الثالث <applause> okay uh, it happened استخدام الثاني بقول لك أو أمثلة على الاستخدامات it happened in the present in a present time period In a present time period. I've been very busy today. Okay. Uh, بتعبر عن فعل في the present time, لكن هو يعني فعل حدث وخلص. Okay. I've been very busy today. We have had two holidays. <coughs> وننتبه على have had. Okay. Have had. We have, أول واحدة, هاي, we والشحطه إي -E اللي هو مقصود فيها we have. وي بنعرف pronoun have الأولى اللي هي الفعل المساعد اللي بيعبر آه, بيعبر عن المضارع التام واللي بتماشى مع we وهاد اللي هو التصريف الثالث لفعل have. have أو has have أو has تصريفها الثالث أوكي؟ okay. had. تمام واذا بنروح على 149 على الجدول تبعنا اوكي okay. ندور على هاد 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 alright I have اي فعل الماضي البسيط إله هاد الماضي التام هاد اوكي okay. كفعل هاد هاد بالضبط Alright, guys, uh, it's happened sometime in my life up to now. My life is not finished. Okay, my life is not finished. She has done lots of different jobs. Okay, she has done lots of different jobs. <laughs> I have broken my arm three times. بنلاحظ انه بالماضي بنشوف have او هاز مع فعل تصريف ثالث نعرف انه بيحكي بالماضي وكيف بميزه عن المضارع البسيط الماضي البسيط قلنا ما في زمن اوكي وبليز تذكروا لي التو كي ووردز هذول المضارع التام فعل حصل بالماضي من غير تحديد الزمن اوكي okay. والاستخدام الثاني اذا كان بالماضي القريب جدا تكون انت مروح من الشغل تعبان بقول لك حدا would you like to go to the cinema you well, know I I have just got home from work and I'm so tired okay حدا بيعزم عليك أكل وانت لسه ماكل ما بتقول له oh no sorry I have just eaten okay هذا هو استخدامه ماضي قريب أو ماضي بدون زمن هاي تركيبه subject plus have or has have or has plus verb التصريف الثالث الهي والشي والإت نتذكر بتاخذ has الاي واليو I وال you وال they بتاخذ have وانا شفت ناس بتخربط بالامتحان بين الاي I ال I امراتها ما بيعرفوش على يحسبوها اي جروب واي جروب رجاء نميز لانه في قواعد الاي I بتكون محسوبه على جروب الهي he والات she وال it وفي قواعد الآي بتكون محسوبه على الـ واليو والـ you والـ they okay. اوكي، رجاء ننتبه للموضوع هذا حتى كثرة التمارين طبعا بتحل لكم الموضوع هذا بكل سهوله، اوكي. Okay. Uh, unit 15 guys, propositions of movements. propositions of movements اللي هي وصف الحركة وصف الحركة، اوكي؟ okay. وصف الحركة من خلال أشياء بالقرب من أشياء في له فريزز معينة Uh, بيعبر عن وصف الحركة alright <clears throat> I'm sorry خلينا بالله بس نأخذ time phrases with present perfect and past simple time phrases with present or later on أول شيء نأخذ exercises ونرجع على time phrases okay alright through through أول proposition of movement هو الحركة من خلال تمام هو الحركة من خلال وزي ما بنشوف بالصوره هذه آه بنعبر عنها او ثرو ثرو ا tunnel اوكي اذا انت بتتحرك من خلال شيء آه, يعني خلينا نقول بيكون يعني فوقك باستمرار اوكي شيء فوقك باستمرار او محيط فيك باستمرار باستمرار وليس باب او شيء آه, بتقول ثرو اوكي across يعني مثال عثرو: uh, if you want to cross to the Asian side, you have to go through a big tunnel and pay fees. اوكي؟ okay? إذا بدك تروح على الجانب الآسيوي بدك تدفع بدك تمرق من نفق وتدفع fees. اوكي؟ okay? uh, ناسي شو اسمه النفق هذا اللي عندهم ضخم. المهم across across uh, عبر، across عبر بالعربي اللي هي across the street عبر الشارع Uh, across uh, across the across the river عبر النهر uh, يعني across أتوقع وصلت past past يعني بمعناها بمحاذاة okay بمح بمحاذاة object بمحاذاة object يعني أنت إذا بتمرق من عند طاولة، اوكي okay, الطاولة عشمالك، past إذا بدك توصف لحدا uh, بتقول له you go you go past you go past the school in the neighborhood then you take right so object وانت مركت من جنبه بدون ال contact بدون الملامسة نحكي past okay along along نفس past لكن إذا كان ال object اللي على يمينك أو على شمالك كان على طول الطريق اوكي okay. زي السايد uh, ووك الرصيف الرصيف على طول الطريق فانت لما بدك تحكي لحدا بدك تقول له ضلك ماشي مع الرصيف تحكي له keep walking along the sidewalk اوكي okay. او uh, زي ما بنعرف في شوارع بتكون على اطرافها مزروع شجر بتقول لحدا keep walking along the trees on the side of the of the street and you will get to your destination along along زي past لكن بكونوا اشياء يعني متتاليه متتابعه اوكي okay. over. over من فوق او من اعلى اوكي okay. out of بين من الصوره ومن معناها خارج من into الى الداخل up uh, up up يعني down اسفل from A to B from A to B okay هاي وصف الحركة هاي وصف الحركة okay guys uh, خلينا نشوف time phrases with present perfect and past simple لاحظوا ذكرنا إياهن مع بعض uh, عشان نوعا ما بتشابهن بالمعنى The present perfect و past simple اثنين بالماضي فهون بدي يعطينا بس طرق أنا حكيت لكم إياهن لكن نعيدهن مع الكتاب كيف تميز بيناتهم تمام ومنتذكر برضو حكى كيف نميز بين ال ايش كان البريزنت present... اه البريزنت كونتينيوس البريزنت كونتينيوس وال والبريزنت سمبل مش هيك كان برضو معطينا اياهم مع بعض حكى لنا البريزنت سمبل صح انت بتحكي عن مستقبل او حاضر زي البريزنت كونتينيوس لكن البريزنت سمبل بتستخدمه بالعادات والروتين أكثر، أوكي؟ مع أنه يعني يصح استخدامهم مكان بعض وبنفس الشيء ال present perfect وال past simple. أوكي، okay. تعالوا نميز. 1 with the present perfect we do not say exactly when the action happened. هذا اللي حكيت لكم إياه. we do not say exactly when the action happened. ما بنقول بالضبط متى صار الفعل. هو بالماضي بس ما بنقول بالضبط متى، أوكي؟ okay. We often use imprecise, imprecise, كلمة كثير uh, uh, مفيدة, useful, imprecise, غير دقيق. Precise, دقيق. Imprecise, غير دقيق. We often use imprecise time words. نستخدم مصطلحات زمن غير دقيقة. معومة زي ما بيحكوها، شاملة جدا. زي just, I have just eaten. recently, مؤخراً. already never or ever in your life of course never يعني ولا مرة ever ولا مرة in your life okay so لاحظوا كيف في الpresent present perfect استخدمنا مصطلحات او كلي... زي ما بيحكوها uh, time words كلمات زمنية غير دقيقة كثير شاملة شو يعني شو يعني recently ما هو يعني ال يعني recently مختلفة عند الناس، كل حدا شو بيعبر عنها. اوكي؟ okay. او uh, already يعني تايم ووردز غير دقيقة، تايم ووردز شاملة، اوكي؟ okay. uh, نشوف أمثلة. نشوف أمثلة من معطينا على التايم فريزز. اوكي؟ نشوف الأمثلة اللي معطينا إياها. I have just seen Lucia. I will I have just هو التايم فريز كلمة تعبيرية عن إنه just, just لما تحطها بالجملة كأنك بتقول يعني من شوي من لحظات I have just seen Lucia منلاحظ إنه أنا شفت لوسيا بالماضي وخلصت لكن ما حدد زمن they have recently bought they they بتاخد have bought اللي هو التصريف الثالث they have bought a new car و well, recently هي كلمة زمنية تعبر انه مؤخرا okay a uh, good job summer uh, I have okay I تاخد have had my lunch قلنا had هو التصريف الثالث من have والhave قلنا هو فعل بستخدمه أنت للشاور للوجبات I have a shower I had a shower uh, I had my lunch so I have had my lunch already هي كلمة زمنية تعبر عن uh, تعبر عن الماضي okay كلمة زمنية تعبر عن الماضي زي recently زي just already تعبر عن الماضي يعني already حتى احنا دارجه عندنا العرب يعني بنستخدمها نوعا ما انه يعني انا already بعرف already already رحت على المكان يعني في كثير منا بيستخدموها already. اوكي okay. I have never I have I تاخذ have ولاحظوا كيف كاتب I have بالطريقه المختصره حلوه تتعلموا عليها هاي مفيده بالرايتنج. I have never met your brother. I have ال تاخذ have التصريف الثالث من meet met و never قلنا كلمة زبانية تعبر عن الماضي لكن بدون تحديد الوقت بالضبط present perfect اوكي okay? بدون تحديد الوقت بالضبط have you ever been to Australia اوكي okay. بنلاحظ انه سؤال هون وبالسؤال نعمل switch بين have وال subject So have you ال you بتاخذ have, have you ever هي كلمة زمنية تعبر عن الماضي been to Australia been أو been بين هو التصريف الثالث من أي فعل من أي فعل أفعال الكينونة اللي حكيت لكم عنهم اللي هي الفيرب verb to be اللي هي is و are از or اوكي okay is, شو الماضي البسيط من از or was وير لما نحكي عن كينونه حاله حدا was وير وشو التصريف الثالث من was وير اللي هو بين بين have you ever been اوكي okay. بتحكي عن الكينونه هل عمرك كنت باستراليا هيك معنى السؤال تمام وللتاكيد بس لانه شوي الناس بتتخربط في فعل فيرب تو بي ايوه اول فعل موجود بي اللي هو از وار الماضي البسيط منهم واز وير كنا بيعتمد على السبجكت الاي وال الاي والوي والذي واليو بتاخذ وير والهي والشي والات تاخذ واز صح؟ والتصريف الثالث بن او بين واضح انه فيش غير تصريف ثالث واحد يعني ما بفرق السبجكت كله باخذ بين مش زي الواز والوير اذا بتتذكروا كانوا شويه ويجعلهم سؤال بالامتحان كانوا شويه لهم كل و... كل وحده لها سبجكت خاص في... يعني كل وحده لها مجموعه ضمائر خاصه فيها Beam la lakul of I, he, she, e, it, oo. Uh, sorry, me, oo, so I'm seeing Nirja. All right, high time phrases. Okay, we can also be, we can also use present time words. Like today, this week, this year. Okay, good luck with the present perfect. Bardo, normal, And in a kentatstakdim kalimat zamaniye, tadulnaw anma al alabhav. Okay. أو عن ما على الحاضر زي this week, this year أو today, okay today, this week, this year. Okay. فهذا هاي دلالة, okay. دلالة ثانية على the present perfect. دلالة ثانية على present perfect مع إنه يعني هو فعل بالماضي لكن نقدر إذا نقدر نقدر نستخدم كلمات زمنية تدل على الحاضر نوعاً ما. Okay. أوكي We can also use always and before with the present perfect. Before always, okay? I have watched this movie before. Before كلمة زمنية, okay? present perfect. Always نشوف I have always watched. I تاخذ have الفعل watch uh, wanted sorry. الفعل want التصريف الثالث من want إيش؟ wanted لأنه فعل منتظم بس منزيد له إيدي صار ماضي. I have always wanted to go to the cinema to go to India. Okay؟ لاحظ always كلمة تعبر عن الماضي. المثال الثاني I تأخذ have I have heard التصريف الثالث لهير hear heard heard. التصريف الثالث لهير يسمع هو heard. I have heard about Jim but I have not met him before. لاحظوا before. تدل على present perfect. والمثال الثاني حلو كثير لأنه الجملة مقسومة لشقين، الشق الأول present perfect positive والشق الثاني present perfect negative يعني I have heard positive I تاخذ have heard تصريف الثالث about Jim يقول أنا سمعت عن Jim okay but I have not haven't okay and I تاخذ have مع النفي من not I have not met him before يعني أنا شفته قبل لكن ما قابلته قبل okay <clears throat> We cannot use the present perfect with precise past time phrases Okay the present perfect Like yesterday last month at 8 o'clock 10 minutes ago These are precise precise ولاحظوا precise هيها precise precise دقيق فما بصير نستخدم المضارع البسيط المضارع التام مع كلمات زمنية دقيقة زي لما تحكي last month last year yesterday 10 minutes ago وشو بخدمنا إذا ما نستخدم كلمات زمنية دقيقة شو بنستخدم؟ ال past simple ال past simple okay وال past simple بسيط كثير قلنا past simple هو subject أو ال pronoun تبعنا plus verb plus e e e d subject plus he played he watched okay e d أو نفس صاحبنا ال present perfect إذا كان فعل irregular بروح على الجدول وبشوف شو قصته Okay, so إذا كلمات زمنية دقيقة بننتبه بنستخدم الماضي البسيط. اه oh, sorry. All right, guys. So now let's do uh, examples. So I went shopping yesterday. لاحظ yesterday من الكلمات الزمنية الدقيقة يعني أنت حددت متى رحت shopping. Okay, ما عومتها زي زي كلمات اللي هي recently او already او before ما عومتها قلت yesterday حددت زمن فعشان هيك استخدم ماضي بسيط I went. اوكي okay. ما حكى I have went shopping yesterday. او I have been shopping yesterday. اوكي okay. ما حكى هيك لا لانه حدد I got up at 7 o'clock. انا صحيت على السبعة طلع سبعه محدد ساعه يعني عشان هيك استخدم I got مش I have got up at 7 o'clock ما بصير اوكي okay. I spoke to Alex 10 minutes ago لاحظوا 10 minutes ago من كلمات الزمن الدقيقه اللي ما بصير استخدم معها the present perfect عشان هيك استخدم هيو I spoke spoke هو تصريف الفعل الثاني من speak speak spoke والتصريف الثالث من spoke ايش هو في حال ما نستخدمها مع المضارع التام spoken ننتبه اوكي okay. ولاحظ 10 minutes ago ما حكى I have spoken to Alex 10 minutes ago لا لأنه استخدم كلمات زمنية دقيقة ببساطة هذا هو the present perfect guys please تذكروا لي بس نقطتين أساسيات the present perfect لما ما تحدد الزمن ما تستخدم كلمات زمنية دقيقة أوكي أو لما عن إشي حصل كثير بالماضي القريب يعني لما بدي أعبر عن حدا إنه يعني والله ما بزبط لسه جاي والله ما بزبط لسه ماكل والله ما بزبط لسه حاضر الفيلم زي هيك hey. أوكي تذكروا ماضي قريب أو ماضي معوم أو بدون استخدام كلمات زمنية. Okay guys, هاي تكوينه subject plus have or has And he was, she with it has i we you they have the third line, third line. Third line, third line. okay guys let's take a 10 minutes break and uh, yeah we'll see you after 10 minutes oh. اوكي okay, بجوز من النت خليني انا احكي لك الفعل وانت صرفيه يا ريم ستاند ستاند باي ستاند ستود ستود ستاند زي ستاند اب يقف ستود ستود وين ستاند 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 هاي حرف الاس هاي ستاند ستود ستود التصريف الثالث ستود اوكي سبيك سبيك كريم سبيك 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 spoken okay. والماضي البسيط منه speak spoke spoken Speak, spoke, spoken. Okay. okay, speak, spoke, spoken. Good job. Okay, uh, next, Zahra. Yes, teacher. Can you do take and drive? Take, talk, talking. 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 Sorry. Oh, talking. Uh, drive, drove, driving. Driven. 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 yes. So, التصريف الثالث token التصريف الثالث driven driven yes uh, write wrote written write wrote written وبنشوف هن هون هاي driven و take, yes. take 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 Take, took, Book, sorry, taken. Taken, yes. Okay. we're driven. Drive, drove, driven. right wrote, Write, written. written. Okay, say. good job. Oh, okay. Uh, next, Salma. Nonsense. Can you do say and come and give? And say, so. سي سد سد سي سد سد وبتنكتب زي وبتنكتب زي هيك وين سي سد ساد said said سد <applause> الثالث ساد اوكي so. okay. في ناس تقراها said لكن هي I okay, said come. I said to him please knock it off Okay next one Salma Come Come uh, echo come. Hey, no, come Come The come became become became, became become am um, I hey, come Come when come Ah uh, sorry come

كم اللي هو تعال أو came أجا come يعني برضه أجا بالتصريف الثالث okay go come عكس go okay uh, طلال yes can you do uh, the last four keep tell become see uh... keep keeping uh, tell uh... no keep kept 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 keep kept kept اوكي okay. هي هون ولا مش هون كيب على كل حال keep kept kept هيها keep kept kept تصريفنا الثالث kept البعد هاتلون tell tell ااا uh, to told uh, become ااا uh, become become والتصريف الثالث اللي بهمنا see ااا uh, become و oh, ااا uh. uh, become become إيش تصريفها لو أسامح become became والثالث become became اا نو بكم ترجع نفسها قلنا بنلاحظ انه بكم آه, نفس نفس الفعل المجرد اوكي وسي سي ساو اها سي سي سو سي سو سا او نو سي سو سين سي سو سين سين التصريف الثالث سين شوفوا وين حرف الاس هيو سي سو سين اوكي سي سو سين هاي لعبه بتكون بالحديقه سي سو شيء اوكي شكرا طلال All right, guys. Uh, next example, please. Let's do this. محمد أحمد number three. محمد احمد أوكي فرح احمد آه محمد احمد جود، محمد احمد فتحت المايك وبطلت أو <applause> آه محمد، أوكي محمد ممكن عنده مشكلة بالمايك، فرح فرح أحمد. هلا. اوكي okay, فرح. بدنا نعمل exercise number three. بحكينا exercise number three يا فرح. complete the sentences with the present perfect form of the verb and brackets. تذكير قاعدة the present perfect subject أو pronoun تبعه plus have أو has بناء على subject. اوكي. Okay. plus التصريف الثالث. verb ال past participle تبعه أو ed إذا كان منتظم بس منزيد له ed بصير تصريف ثالث. Okay فرح can you do the number two please. Mark and Yumiko have seen out of Kurosawa's films. Good job. have seen. ليش حطيتي have مش has? goes there too. two people group. have مع they so group they هايهم اثنين اكثر من واحد صاروا group with they بتأخذ have وتصريف الثالث من see ايش seen good job uh, next one فرح oh no I have left the tickets at home good job pronoun I بأخذ have التصريف الثالث من leave left okay thank you uh راما مش عارف راما حكت بتقدر تفتح المايك لا راما راما نعم اه راما uh, please do number four and five تيري Guy اسم واحد تيري uh, Guy وهي القاعدة تبعتنا فوق تيري Guy have أو has مع الفيرب الثالث بعتذر بعتذر استاذ بس في عندي <applause> كثير صوت ما عم بحسن بحكي مش مشكله بسيطه راما خليكي واسمعي الاجابه خلينا القاسم Khalil? All right, uh, Mariam. Yes, yes, Mariam. Can you do number four and five, ter please? Teri uh, ter Gay Teri Gay have, have wrote more than twenty books. Okay, Hatati have, Lesh have. Terry guy. Terry guy. He he he, he. he. Terry guy. he, he has to have. He. He has. He has. So he, she, it both has. has. Uh, he has. He okay. has. Terry guy now. has ish. Wrote. has written the sri rita's men write written so al will fall in mujra dray okay al basit minno no wrote mujra time men no written more than 20 written. books okay exactly yeah. number five we do uh-huh uh, has lost it. her key six times this year good job so we too اتوقع يا هي يا شي هي مش عارف شو هي بالضبط so has تفرقش معنا هي ولا شي لانه الاثنين باخذوا has has lost تصريف الثالث من lose lost lose lost lost way too has lost her key six times this year ولاحظوا this year قلنا من دلالات present perfect اللي هو تعبير عن الزمن الحاضر نوعاً ما لكن الفعل صار وخلص أوكي okay. uh, good job thank يو مس ملهم number six and seven ملهم <تصفيق> 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 Okay. Uh, again, has the sound increased? I haven't read any of Shakespeare's uh, plays, but I'd like to. Okay. Good job. Then I heard you Good job. So I I to have who would do yeah? Nafi. Good job Munhim. I have not. The third third read read. I have not read any of Shakespeare's plays, but I would like to. Okay. I would like to يعني أما وننتبه أو... uh, read تصريف الثالث من read تنكتب نفس الطريقة ترى read لكن تقرأ read ما في تقول red زي هيك هاي مش موجودة red لكن تكتب زي هيك تقرأ red okay so I have not read good job him next one seven uh, I uh... Uh, uh, I I uh, I am sorry, but I have forgotten your name. I have forgotten your name. Good job. Sorry, but I have forgotten your name. Okay, number eight. Uh, we we have checked our computer, but we cannot find your name. Good job. We don't have we check. وتشيك هو من الافعال الـ الـ الافعال المنتظمة زاد لها ايدي we have checked our computer ولاحظوا checked تنتهي باي دي لكن انت بس تقرأها ما بتقول checked يعني بتقول checked okay. كأنها تيم مشدد عليها نوعا ما checked كي okay. check checked checked All right. Thank you, نبهان؟ uh, Samar Nabhan? Uh, نعم أستاذ يس. Yes. Summer Nبهان uh, exercise 4 بده إيانا نفس الشيء نحل بناء على the present perfect, okay? هو بده إيانا okay. نحل بناء على المعلومات اللي بالجدول، لكن إحنا عشان وقتنا ثمين وما بتهمنا كثير هالمعلومات الرياضية. بدي تجاوبي يعني بغض النظر إذا المعلومة صح ولا لأ، جاوبي باعتباره present perfect وبس. okay number They two have, the USA has uh, won the uh, competition competition uh, twice good job so USA بلد has. والبلد ضميره it غير عاقل الـ it بتأخذ has والتصريف الثالث لـ win won One. the USA has won the competition twice next one كمان سامر three uh, they ha they haven't they haven't uh, not had uh, they haven't had uh, the uh, competition in the uh, south uh, uh, america good job good job thank you سامر بالضبط they have not والفعل have. have وننتبه هذا الفعل have ما له دخل بالhave will has تاعت the present perfect the have has تاعت the present perfect هو فعل مساعد يدل على الماضي يعني هيك تركيبة الجملة لكن هذا فعل مستقل لحاله هذا وإذا منروح على الجدول حكينا عن الموضوع هي هاف هاد هاد تصريف الثالث هاد جود جوب يعني ملاحظة كويسة سمر سمر uh, next one Germany Germany has played in three World Cup finals. Good job. So Germany, country الضمير تبعها it, it بتاخذ has و play التصريف الثالث تبعه؟ بنضيف إيدي نظامي Good job. فعل منتظم، نظامي. بنزيد إيدي، بيعطينا التصريف الثالث ببساطة. Germany has played in three World Cup finals. وهاي الكلمة يا جماعة competition, competition, competition تاركي. منافسة, competition. All right. Thank you. حسين ملكي. أستاذ حسين. okay no problem uh, amal yes ms amal can you do number five. five and six and seven okay the world cup has been in china twice the world cup has been in china twice okay good job number there six. has been two world cups in europe there has been two World Cups in Europe. Okay, Germany and the USA have played in th in three finals. Ch uh, Germany and the USA has played has have have Germany USA. they mm -hmm. they have have played in three finals. Okay, mm -hmm. thank you, Amal. Bara yes sir uh, China those, uh, last yeah. three please yeah. uh China uh, Brazil uh, and uh, S Sudan Sweden, uh, Sweden uh, uh have have not won uh, the World Cup good job uh, so have not won the World yeah. Cup uh, nor uh Norway uh, Norway Norway uh, what mean, Norway? Sir. Uh, Norway, Norway. Norway. Norwich. Yes. Norwich. Sorry. Uh, uh, Norway. Uh, has, uh, has a score. Show score. Score. Consistent. Uh, scored uh, three, uh, three cloth, uh, cloth, glass, uh, go, glass, goals, goals uh, uh, in the World uh, Cup uh, fin, uh, fin, finals. Fin uh, uh, three, uh, uh, the there, uh, uh, there uh, have uh, have been. Uh -huh. Have been, uh, two two finals, uh, which uh, finished uh, in uh, a penalty uh, pen uh, pen, yes. uh, pen uh, competition. Yes. All right. So there have been two finals which finish in penalty competition. Competition. Penalty. penalty. البلنتي هو اللي بيشوتوا على الجول مباشرة بين الحارس واللاعب هاي اوكي بنالتي كومبتيشن يعني بلنتيات اخر المباراة ثانك يو مس جود جاب بلنتي سمر نبهان جود جاب بالانجليزي وبالفوتبول كمان اوكي right. uh. okay. ضرب الجزاء بالضبط هي الاسم الاسم العلمي للبلانتي. جايز okay خلينا نعمل الاكسرسايز الاول يعني في يعني Vocabulary مفردات اوكي okay? Vocabulary مفردات بليز ليت مي دو them اوكي okay? وانا بترجمهم she has to make a phone call. Okay, phone call. ذكر phone call تأخذ make مش do a phone call لا ما سجلت حضور قتيبة الحضور بتبعثوا الأسماء آخر المحاضرة على الشات بس بس نقرب نخلص عشان ما يتعكر الشات okay I have updated my status on my social networking site okay Status, okay. you made a mistake. You didn't send the attachment. Attachment here, the that email, or I always keep my laptop in my pocket. My pocket, I laptop in my pocket. Let no. smartphone in my pocket. We got our first internet connection in nineteen ninety nine. شبكنا الانترنت اول مره واول مره وصلنا الإنترنت ب 1999. Alright, where can I buy a tablet computer? وين بقدر اشتري تابلت كمبيوتر؟ يعني هاي من كلمات منطقيه يعني انت عشان تعرف انه تابلت والسؤال مش where can I buy an email. يعني you can't even buy an email. الايميل بين مش هيك؟ My brother and I use video chat a lot. Video chat مش video talk. Okay. I phoned her but she didn't answer. So I left her a voice message. A voice message اللي هي الصوتية. Voice message. Voice note. Okay ببساطة هاي احنا هيك تدربنا على present perfect. Uh, شوي في ابروتش جديد حاب بس هيك احنا نتساعد فيه ونسويه سوا. Uh, مين على الشات والله اكتبوا لي مين عمره استخدم الشات جي بي تي؟ بشكل سريع تشات جي بي تي او الاي اي بشكل عام الذكاء الاصطناعي انا كويسه مره مهان ابدا اوكي انا حابب اعطيكم فكره عنه الصراحه لغايات يساعدكم بالانجليزي طبعا هو استخداماته لا تعد ولا تحصى تقدر تستخدمه باي مجال شو ما كان مجالك اي معلومه بدك اياها اي شيء تقدر تستخدمه تمام أه فبدي بس اعطيكم لمحه عنه كيف تبلشوا فيه كيف تستخدموه كيف تحكوا معه وللعلم تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي بشكل عام كونه يعني أه العلم مش عربي فاذا بدك يعطيك معلومه دقيقه واقرب شيء للصح بدك تحكي معه بالانجليزي اوكي فهذا جود براكتس الكم ببساطه تشات جي بي تي في له ابلكيشن تقدر تنزله على على ال بتقدر تنزله على الايفون او الاندرويد ستور موجود اوكي لكن انا بدي آه بدي اورجيكم كيف ببساطه تستخدموه على الويب سايت اللي ما بحب ينزل ابات كثير ما بحب يرجك تلفونه وانا صراحه بستخدم الويب سايت يعني بحسه هيك اوسع بتتعامل معه اسهل من الاب اوكي خليني اعمل سكرين شير جديد Okay, screen share. Okay, guys, share. Okay, guys, هسه انتم شايفين الشاشه تبعت الجوجل صح؟ الجوجل سيرش. Uh, مجاني اللي بستخدمه، انا اللي بستخدمه مجاني يعني عامل معي الشغل ومكفي وموفي الصراحه ما استخ... ما احتجت اشترك. ما احتجت اشترك، اوكي؟ okay. Alright, guys. So, بتفوت على جوجل تكتب chat GPT زي هيك تشات جي بي تي هيو اول واحد تشات جي بي تي بتفوت اوكي okay. في واحد اسمه تشات جي بي تي هيو اوبن اي اي هاي علامته زي هيك زي ما بتشوفوا الدائره ولونها رمادي او اخضر نوعا ما ومكتوب تحت chat.openai اوكي okay. تكبس على الموقع هذا طبعا هلا هي ما بتطلع لك الصفحه هاي دايركت انا لاني مشترك اوكي لاني مشترك فيه وبتطلع لك الصفحه هاي هلا انت اذا اذا مش مشترك يعني مثلا مش عارف كيف بدي اعمل ساين اوت انا حتى اوريكم المهم بتفوت على الموقع هذا خليني ابعث لكم اياه على الشات هيو على الشات فوتوا عليه رجاء واعملوا حساب الحساب ببساطة بطلب إيميل معلومات عامة وبتعمل حساب عليه بعد ما تعمل حساب بفتح لك الانترفيس هذا أوكي؟ أنا شات جي بي تي شفته يعني من أفضل التطبيقات المجانية وعملي كثير وسهل التعامل معه أوكي؟ وسهل التعامل معه بس تعمل حساب اللي هو ساين اب بتفوت على الموقع بتعمل ساين اب تحط معلوماتك كونفيرم ايميل نزل البرنامج وصار جاهز عندك اوكي. دايركت مسج انا باعثها لا شوي والله. Right. ما طلع بالشات اه uh, uh, كنت باعثها دايركت مسج لقتيبة معامله خاصه لقتيبة اوكي okay. بالضبط بدك ايميل ببعث لك عليه ايميل كونفرميشن وبس سهل الاشتراك فيه بس تشترك فيه بتطلع لك الشاشه هاي في تحت زي ما بنشوف كتابه send a message شفتوا send a message هاي send a message واخر شيء في سهم بتعمل عليه send message اوكي والحلو فيه هذا بتقدر تطلب منه اي شيء بدك اياه اي معلومه اي تمارين اي كلمات يعني يساعدك باي شيء ما بتتخيله قديش يعني مفيد وقديش بتتعامل معه كانه محرك بحث بس بيعطيك المعلومه جاهزه مقشر يعني تخيل بتقدر تساله انا كيف بدي اراضي صاحبي مزعله كيف بدي اراضيه اوكي كيف بدي اراضي صاحبي مزعل قلت لكم احسن شيء تحكي معه بالانجليزي لكن شوي شوي بتتعلموا عليه ان شاء الله اوكي مثلا احنا اليوم حكينا عن البريزنت بيرفكت صح بقول له بريزنت بيرفكت examples او بلاش examples نقول له questions اسئله بديش امثله محلوله بدي اسئله شوفوا كيف اه يعني هو فهمها questions نقول له test questions please test questions ما بدي أسئلة باستخدام ال present perfect لا بدي test questions general knowledge أعطانا ج... test questions بشكل عام طيب نكون أوضح معه present perfect test questions شوف كيف اعطاني مجموعه من الاسئله الجاهزه بتقدر تتدرب عليها واذا انه بدك حلها تعمل زي هيك كوبي والكويس فيه كوبي تعمل له كوبي وبتحط السؤال بالمسج وبتقول له solve this please هاي بتحط له قبل السؤال بتقول له اه oh, سوري رجعت بعثت له اياها نفسها بتقول له solve this please حل لي اياها طلعوا هاي الاسئله I Paris three times والفعل visit I have visited Paris three times visit فعل منتظم التصريف الثالث له ed they they تأخذ have بده اياها بالنافي They have not eaten sushi before today. Okay. She has. She has lived in New York for five years. Okay. So uh, she has. She has live. فعل منتظم uh, التصريف الثالث من live live من زيد إي -E ببساطة أو D بس لأنها بتنتهي already بإي ننتبه قلنا الفعل اللي بنتهي بإي من زيد له بس D ما من دبل الإي -E. Okay، so الثاني. قل أك. Form a question in the present perfect tense. Okay. قلنا ال question ببساطة. نعمل switch بين ال pronoun والhave والhas. You شو بتأخذ Have. Have you ever ever؟ قلنا الكلمات اللي بتدل على المضارع التام نستخدمها. Have you ever traveled؟ تصريف الثالث من travel. Travel. Have you ever traveled to Asia؟ Okay. He. اللي he بخده has. Has he finished this project yet? Finished. التصريف الثالث منه finished. هو فعل منتظم. إذي بتأخذ هاب? Have they seen? See. التصريف الثالث منه seen. Have they seen the new movie? Okay. Choose the correct form of the verb present perfect or present simple. Okay. هنا سؤال حلو هذا. بدو يورجينا كيف أنت بتميز بين present perfect و present simple. Okay. Last year. Last year, I have. Or I had. 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 the last year, had okay? Last year, I had the opportunity to travel to Japan. She last weekend had the zaman. She has visited. or visited. 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 Had did zaman. We. haven't seen ولا seen. آه. <applause> haven't <been> seen. <applause> haven't seen before بالضبط before من دلالات البريزنت بيرفكت وبرضه نقدر نطلع عليها بطريقه انه مش محدد زمن فهو present perfect اوكي okay؟ فهذا هو تشات جي بي تي واطلعوا هاي السؤال اللي بعثت له اياه مش انا عملت كوبي لواحد من الاسئله وحطيته بالشات هيو حله Have you ever traveled to Asia? Has he finished his project yet? Have they seen? اوكي okay. تعال نشوف واحد من اسئلتنا كمان اللي حليناه هذا السؤال نعمل له كوبي بنعمل له هون على الشات بيست لحاله بحل لي اياه شايفين كيف؟ اي شيء يا جماعه تشات جي بي تي هذا يعني لازم الكل يكون بيعرف عنه و وعندكم هومورك اوكي للمحاضره الجايه طبعا حلو بالتشات جي بي تي مثلا انا انا قلت له بدي بريزنت بيرفكت اكزامبل صح مثلا بريزنت بيرفكت او الموضوع الثاني اللي اخذناه اليوم برا Proposition. Shkila ghalat. Nshuf al proposition. Proposition. Anyways, proposition of movements. Okay. To, from, across. Shuf kif? Kana nshuf amthilat. Across. The cat walked across the street. Okay. Through. The hiker went through the forest. Through the forest. The forest. Through. Okay. Over. She climbed over the mountain. Over the mountain. Along. They walked along the beach. Along. They passed. أو بجانب بس لما يكون إشي مستمر على الطول along the beach على طول الشاطئ مشيوا around حاول حيولة the children ran around the playground. Okay. So guys شو طلبت من البحث إيش هذا التمرين تبع proposition of movement براءة كتبت له proposition of movement العنوان الثاني اللي أخذناه proposition of movements اوكي okay. والحلو بالموضوع يعني مش طلع لي هون مثلا في شيء انا كنت بدي اياه وما كتبهوش في كبسه هون فوق المسج بار اذا بدي كمان اسئله بعمل له ريجنريت اعاده توليد طلع لي اشياء ثانيه وامثله ثانيه ويعني قصه يعني ما بوقف كل ما تعمل له ريجنريت بغير لك المثال بغير لك الوصف اوكي okay. نلاحظ عشان هيك هذا برضو في ناس تعتبره خطير للغش لانه بطلت في يعني زي ما بنلاحظ كل مره قاعد بيعطي جواب شكل وانتم اذا بتلاحظوا اللي اذا حدا هسه فتحه عرفنا ما بتجيب بس الامتحان الله الله يعني ما في مشكله والله جبت منه بس مش كل شيء يعني حاب الكل يستفيد يتعلم عليه كثير ضروري وبرايي غلط يكون حدا لهسه ما بيعرف يعني مش مش غلط مين انا احكي غلط ولا صح لكن كويس انك تكون تعرف تستخدم اوكي شو كمان اخذنا اليوم اوكي جايز آه. هذا البرنامج تكتب شو ما بدك طلب منه هون والحلو فيه تفاعلي بيبني على اسئلتك السابقه يعني انت اذا طلبت منه هسه عن البريزنت بيرفكت بعديها قلت له بدي مور اكزامبلز تكون عارف انك بعدك تحكي مثلا عن اخر شيء بروبوزيشن اوف موفمنت فهمت فزي كانك تحكي مع واحد هون نظام تفاعلي تمام نظام تفاعلي كل ما عملت ريجنريت بيطلع لك كمان اوكي بيطلع لك كمان اوكي جايز هلا في هوم وورك عندكم المحاضره الجاي اوكي يعني بكره الهوم وورك هو كل واحد بده يعمل حساب على الشات جي بي تي اوكي وكل واحد بده يجيب لي حيوله يعني من 10 ل 20 مفرد او مصطلح او okay. مفرد او مصطلح بال yeah intermediate intermediate English vocabulary Okay intermediate English vocabulary او اه، uh, Intermediate English Vocabulary 20 مصطلح والمستواهم بالانجليزي شافوا المصطلحات بتطلع معهم الكلمات او المصطلحات اذا شافوها سهل كثير اوكي okay. طلع هون مقسم لي اياها لكاتيجوريز everyday activities نشاطات يومية errands commute chores leisure اوكي okay. اذا شافها سهله يحط آه, مثلا مش انترميديت سوري احنا اليمنتري اول شيء اسم كتابنا والمستوى ومس... تبعنا اللي بندرسه اليمنتري اليمنتري انجلش فوكابيولاري اوكي ويعمل سيرتش بدي منكم كلكم تعملوا حساب وتجيبوا لي هاي هاي الاليمنتري من هون ببلش هاي اخر سؤال سالته بكون بالاصفر يا جماعه انتبهوا اوكي والله هذا فضيح هون الشات هيستوري كله تبعي هون اوكي على كل حال اول شيء بتكتب elementary vocabulary تمام اذا شفتن سهلات زي هذول هذول سهلات يعني اوكي بتروح على الانترميديت انترميديت تروح على الانترميديت اوكي اذا شفته انترميديت انجلش فوكابلري سهل تروح لي على الادفانس المهم بدي منك ابو 20 كلمه مع سكرين شوت يبين اشوفك انت عامل سيرش هون وطايل لي الكلمات هاي من الشات جي بي تي اوكي وتكون عارف معناها ومنشوف المحاضره الجايه السكرين شوتات تاعونكم ومنتناقش بكل المفردات حتى نجمع مفردات اكثر طلعوا مثلا هون معطيني shapes circle square triangle rectangle transportation generation uh, greeting okay طلعوا نعمل regenerate elementary تاسيسي numbers colors family food body parts activity action verbs run jump eat sleep objects table chair bed computer time hour minute second today yesterday tomorrow feelings okay وانا برايي تبلشوا من intermediate او above intermediate بالمصطلحات ونقولي سكرين شوتات كويسه تكون وتكون عارف معناها هو الهوم وورك حتى أعرف انكم استخدمتوه و... وان شاء الله انه بتستفيدوا منه لقدام باشياء كثير وشوفوا كيف انترستنج uh, ثينج بتقدر تقول له uh, تحكي معه مواضيع اجتماعيه يعني ها مثلا هاو تو سولف ا فيود فيود هيك بتنكتب فيود هاو تو سولف ا فيود فيود اللي هو الشجار او المشكله هاو تو سولف ا فيود بتوين مي and my wife كيف بدي احل المشكله بيني وبين زوجتي انا مش متزوج لكن يعني طلعوا قديش يعني بيعبر وبيساعد اوكي طلع شو بقول لك كيف تحل المشكله مع مع ال مع ال مع, مع الناس مع الزوج او الزوجه اوكي بقول لك choose the right time and place sorry choose the right time uh, الأولى choose the right time and place بدك تصالح حدا بتختار الوقت المناسب والمكان المناسب express your feeling عبر عن مشاعرك شو اللي مضايقك شو اللي صار I feel hurt when I statement statement to express your feelings عبر عن مشاعرك listen actively لما يحكوا اسمع بالضبط شو بيحكوا عشان تعرف تتعاطى مع الموضوع avoid blame تجنب اللوم يعني اسمع وناقش لكن تجنب اللوم find common ground find common ground معناها لاقي أرض مشتركة هو تعبير مجازي يعني مش تروح تلاقي عدارة الأراضي تشوف أرض باسمك واسمها لا تلاقي أرض مشتركة للحوار إشي أنتم متفقين عليه هذا بيساعد seek to understand يعني حاول افهم وين الزوج أو الزوج من وين جاي بالحكي بالكلام take responsibility تحمل مسؤولية برضه Brainstorm solutions اعملوا brainstorm brainstorm اللي هو العصف الذهني brainstorm solutions يعني اشتغلوا سوا عشان تقترحوا حلول use we language استخدم لغه الوي مش ال me and you الوي as a team take a break if needed اذا النقاش ولع خذ بريك break apologize and forgive سامح واعتذر مش عيب work on communication skills اشتغل على مهارات التواصل اذا في حدا في عنده مشكله مهارات التواصل يشتغل عليها فيعني هاي اعطيتكم انا مثال كيف انه الشات جي بي تي انت بتقدر تستخدمه بشيء علمي شيء اجتماعي شيء نفسي بيساعدك وحكيت لكم بظبط تحكي معه بالعربي اوكي بظبط تحكي معه بالانجليزي المعلومات الادق بتطلع بالانجليزي الصراحه من تجربتي لكن للبرمجة مزبوط قتيبة بيحكي بيستخدمه للبرمجة يعني Alright So guys anyways The homework please find like Around 20 vocabulary 20 مفرد جديد عليك يكونوا رجاء رجاء إذا شفتهم سهلات وإذا شفت حالك عارف معانيهم كلهم بس إذا عارف معاني منهم مش مشكلة بس إذا عارفهم كلهم وبسرعة لا هنا اطلب منه مصطلحات إنجليزية فوق المتوسط متقدمة intermediate above intermediate advanced جيب لي سكرين شوت على استخدامك وحكيك مع تشات جي بي تي للمحاضرة الجاي حتى نتناقش فيها وإن شاء الله أنه الكل يستفيد سبعة واحد وعشرين أوكي ظل معنا تسع دقائق نعمل share نرجع للوركbook. Okay. Alright guys. So, uh, the paragraph in the student book. Uh, قرأتها للـ uh, class. إن شاء الله أكون عامل resume. Ah, oh, عامل resume recording. Okay. هاي صفحة 49 ذكروني نرجع لها بالله فيها تمرين على أكثر من زمن مع بعض كويس Alright. خليني أقرأ لكم أنا بحب الطبيعة كثير بدي أقرأ لكم الفقرة هاي عشان انتم تسمعوا الكلمات تشوفوا كيف القراءة وان شاء الله بتستفيدوا وبالاثناء هاي وانت بتسمع رجاء اسمع لي يعني وبنفس الوقت اكتبوا اسمكوا على الشات ومجرد ما حكيت اكتبوا اسمكوا على الشات رجاء الكل ما يكتب اشي الا اسمه لحد ما تخلص الاسماء نقدر نحكي عادي على المايك اوكي الكل يكتب اسمه على الشات the natural world العالم الطبيعي معلومات عن الطبيعة الحيوانات البيئة elephants can't jump pigs can't look up at the sky and kangaroos can't walk backwards guys uh, هون استخدم الكان والكانت اوكي okay? الكان والكانت الاستطاعة وعدم الاستطاعة اوكي okay? وقلنا الكان والكانت لها استخدامات كتير وفي منه استخدامات عن انت ممكن تعطي إذن لحدا مش استطاعه بتقول you can use the bathroom يعني مسموح okay? او you can do whatever you put your mind to تقدر تسوي اي شيء بتحط راسك فيه اوكي okay? so can with can't نوعا ما تطبيقا عليها افريقيا is the only continent in the world that doesn't have an active volcano لك افريقيا هي القاره الوحيده بالعالم اللي ما فيها active volcano No active volcano. Okay, dogs can't see colors. Guide dogs watch the traffic to see. when it's safe to cross they can't see the difference okay ما هي حلوة المعلومة يقولك dogs can't see colors الكلاب ما بتشوف ألوان بس guide dogs اللي هي الكلاب المع العميان they watch the traffic to see when it's safe to cross cross يقولك الكلاب مهي ما بتشوف ألوان كيف بتقطع الناس الشارع يقولك براقبوا الزحمة the traffic حركة السير بس شوفوها خفت معناته بيقدروا يقطعوا they can't see the difference between red and green traffic lights chimpanzees can't talk but they can learn sign language chimpanzees learn sign language some chimps learn up to 240 different signs Okay. about 10 percent of people in the world are left-handed studies shows sh studies show that dogs and cats also prefer to use either their right or left paw. so check if you have a right or a left-handed pet <laughs>

بقول لك الشخص الشخص الطبيعي او معدل الشخص الطبيعي بحياته باكل 8 كيلو تراب 8 كيلو تراب طول حياته تخيلوا ليش؟ This is because of badly washed fruits and vegetables بسبب يعني انه الفواكه والخضروات اللي ما بتنغسل منيح جمع بتجمع غبره وهي معلومات هيك قراءه كويسه تعلمنا فيها كلمات خليني اوقف التسجيل